لما كنت مسافر اسكندريه نزلت ستوري سالت الناس هجرب محل اكل ايه في اسكندريه. معظم الناس قالوا لي الشاب كاظم، فتعال نشوف يستاهل الضجه ولا في الاونطه. رحت فرع محمد نجيب اللي في سيدي بشر، وبسم الله ما شاء الله هتلاقي على طول زحمه. الشاب كاظم اشهر محل في اسكندريه، بيعمل سندوتشات الحلو والحادق بمكساتهم كده الغريبه، ومعروف جدا باسعاره قليله جدا وحشوه كتير قوي. وانت هناك هتعرف ان انت مش محتاج تخليه يوسع على السندوتشات، ان انت فعلا على راي ادم لو انت قلت له وسع على السندوتشات هكتب لك نص المحل. واه نصيحه صغيره، اطلب سندوتشات حادق زي ما انت عايز، بس سندوتش الحلو خليه واحد بس عشان كل اللي قدامك ده سندوتش حلو. عايز اقول لك ان هو بيبقى فيه كريم واوريو ولوتس ومورو. بص يعني انا في حاجات اصلا انساها اقولها من كتر ما الحاجات بتحط في الساندوتش، فعايز اقول لك ان يعني بص كميه عامله ازاي. ده تطلب كده اصحابك كلهم تجمعهم وتطلبوا الساندوتش ده مع بعض. وبرده كلمه حق، يعني ما تتوقعش على كل الكميه دي والسعر ده ان هو هيشتغل لك باحسن خامات موجوده في السوق، لا طبعا. انا عايز اقول لك ان خامات حلوه جدا ومقبوله، بس برده يعني في احسن منها بكتير قوي. احنا اليوم ده كنا كتير قوي، فعايز اقول لك ان انت برده دي حاجه حلوه قوي، ان انت لازم تلم اصحابك كلهم وتطلب انواع كتير عشان تجرب كل حاجه. اول حاجه جربتها من هناك كانت الفاهيتا لانشون، دي كان سعرها 8 جنيه. دي من الحاجات اللي حبيتها جدا، بس عايز اقول لك ان انا اكتشفت اصلا ان في ميكسات هتيجي دلوقتي، انا عايز اقول لك ان هي غطت على اي حاجه موجوده. وتاني حاجه كان كيري باسترما سوسيسو، ده كان سعره 13 جنيه، ودي بقى الميكسات اللي بقول لكم لازم تجربها لما تروح هناك. بصراحه يا جدعان ده كان سندوتش حكايه، لا ده بمكه عادي خالص. طب بتهزر يا ابني يا زريبة حبيبي. ونيجي بقى لاحسن سندوتش جربته هناك، هو الميكس حادق ب 15 جنيه، وده عباره عن ميكس شيدر ولانشون فراخ وسوسيس وجبنه رومي مش تركي. معلش يا جدعان انا من القاهره فلازم اقول على جبنه رومي. السلام عليكم. بعد كده نخش على سندوتشات الحلو، وده اسمه بلس 47، ولازم ما تكونش واكل قبلها بثلاث ايام عشان تعرف تكمل السندوتش ده لو كملته اصلا. كملخص كده سريع، الشاب كاظم يستاهل الضجه فعلا.